مرحبا مشاهدينا، في كل عام بهذا الموسم نلتقي وهو الموسم الأحلى والأغلى، هو موسم قطاف الأهل بأبنائهم، قطاف الأسرة السورية بأبنائها وحصاد سني من الدراسة والتعب والتحصيل والصبر ودأب الأهل لجعل أبنائهم من المتفوقين ومن الناجحين في الشهادات الثانوية وفي شهادة التعليم الأساسي. نحن اليوم وبعد صدور نتائج الثالث الثانوي بكل الفروع نحتفي كعادتنا في قناة أوغاريت بالتفوق والمتفوقين ونبارك لكل الناجحين ولكل النتائج التي حصلوا عليها، نبارك للأسرة السورية ولطلابنا ونبارك العلامات الجيدة والتحصيل العالي الذي حصل عليه طلابنا في هذا العام. 7 طلاب من محافظة اللاذقية حصلوا على العلامة التامة في الثالث الثانوي العلمي، بالإضافة إلى الأوائل في الأدبي وفي التعليم الفني والمهني، وكل هذا التعليم في المرحلة الثانوية الهامة هو نتيجة تعب سنين من الدراسة لطلابنا يتوجونه في المرحلة الأخيرة عبر الشهادة الثانوية. نبارك للأسرة السورية، نبارك للأهالي، نبارك لطلابنا، نبارك لبلدنا ووطننا هذا الإنجاز بطلابه الذين دائما يسعون ليقدموا لوطنهم التفوق والنجاح، وقد صمموا بإرادتهم على أن يكونوا في بلدهم النافعين المميزين الذين سيتابعون بناء بلدهم بالعلم والتحصيل. سنكون مع مجموعة وباقات من المتفوقين في الصف الثالث الثانوي العلمي، نبدأ بالباقة الأولى من الثانوي العلمي، وبسرنا يكون معنا الطلاب يقين وائل إبراهيم والدته سوزان وهو من ثانوية ومدرسة الكميت الشهيد الكميت إبراهيم بلادي. أهلا ومرحبا بيقين. أهلا وسهلا فيكم. الحاصل على النسبة المطلقة 100% و2900 من 2900، مثل ما قلنا 7 طلاب حصلوا على هذه العلامة التامة، أهلا ومرحبا بيقين. شكرا لكم وألف مبروك تحصيلك. أيضا أرحب بعلاء وائل إبراهيم والدته ندى من جبلة مدرسة المنير الخاصة، أهلا ومرحبا بعلاء. أهلاً. وألف أهلاً مبروك. الله يسلم. أيضا 100 من 100، 2900 من 2900، ألف مبروك. الله يبارك فيك. إنجاز كبير ومهم. السلام. نبارك لك علاء. أيضا رشيد علي برهوم والدته جانيت من مدرسة الإخاء الخاصة من جبلة، أيضا رشيد ألف مبروك. الله يبارك 100 من 100، 2900، وألف مبروك هذه العلامة وهذا الإنجاز. أما الصبية الوحيدة بهي المجموعة فهي غزل سام حبيب والدتها رفيف من ثانوية الشهيد سهيل أبو الشملات، أهلا وسهلا بغزل وألف مبروك. الله يبارك غزل. شكرا. برحب فيكم وبنوه طبعا أنه هن 7 طلاب، لكن الحقيقة نحن دعينا الـ7 الأوائل يعني أو 7 الحاصلين على العلامة التامة، لم يحضر تيم سمير سعد وأيضا ياسر أحمد حمودي وأحمد منهل قابقلي من ثانوية الشهيد الكميت إبراهيم بلادي، أيضا حاصلين على العلامة التامة. مبارك لهم ومبارك لكل طلابنا ولكل من رضي بعلامته حسب تعبه وحسب دراسته، ولكل فرحة أم وأب وعائلة يعني رضيت وفرحت بنتيجة أبنائها. مرة تانية برحب فيكم يقين وعلاء ورشيد وغزل وبنقلكم ألف مبروك. أن طبعا وأكيد نحن رح نرحب بالأهالي الحاضرين معنا من طلابنا، أهالي طلابنا الحاضرين اليوم معنا بالاستوديو، نرحب فيكم ونقول لكم ألف مبروك تحصيل أبنائكم في هذه المرحلة، وأكيد فرحتكم يعني كبيرة، وهلأ رح نحكي عن هاي الفرحة التي لا تعادلها فرحة، يعني هيك نحن من خلال صبر ومن خلال جوز نحن كأمهات معارفنا الكل بيأكد أنه هذه الفرحة لا تعادلها فرحة أخرى. مرحب فيكم معنا باستوديو قناة أوغاريت في هذه الحلقة الخاصة مع المتفوقين، ورح نبدأ مباشرة مع طلابنا. رح أبدأ مع يقين، يعني أن تحدد هدف، هذا ممكن يكون للطالب يعني المتفوق الطموح اللي عنده إرادة، أكيد بده يكون في مسيرة من الاجتهاد، لكن أن يحقق الهدف المطلق 100% هي هذا في جهد استثنائي وحالة استثنائية من الإرادة. رح نحكي عنه اليوم يقين عندك. هلا اي شيء بالحياه لازم تصميم واراده، مثل ما الكل بيعرف اللي بده يوصل لمحل معين مثل ما قلتي لازم يكون حاطط هدف واضح ويكون عامل خطه ضروريه يلتزم فيها لحتى يوصل لهذا الهدف. من البدايه كان حلمي اني اوصل للطب البشري، واشتغلت خلال السنين السابقه حتى تتوج هيدي المسيره بتحقيق للحلم.
خلال السنين السابقة كنت من الأوائل المتفوقين، والحمد لله هذه السنة كمان كان شيء كتير حلو إني أحصل على هذا المجموع، ويعني يكون بداية لحتى أحقق الحلم. طبعا ما في شيء بيجي بلا تعب، وخصوصا يعني كلية الطب البشري هي لازمة كتير أشخاص يكونوا قادرين يلتزموا ويكونوا قادرين على التعب المستمر والساعات الطويلة من الشغل والدراسة. فيعني من البداية كنت مصمم على هذا الشيء، وكنت معود حالي إنه أنا لازم إنه يكون تكون شخصيتي هي شخصية طبيب، بإنه يكون قادر على إني أساعد العالم، قادر إني اشتغل لساعات طويلة، قادر إني يعني يكون ودود مع العالم. فهدفي كان هيدا الشيء، فإنه اشتغلت كتير منيح لحتى وصل لهذا الهدف، وكان يعني الحمد لله تتوج هالشيء بشيء كتير كتير حلو. تمام، يعني أنت حاطط الطب البشري الهدف، وعم تحكي من هلأ بشخصية الطبيب، طبعا لسه عندك السنة الطبية التحضيرية، ولهذا الشيء أنك اشتغلت أنك تجيب الشيء التام، يعني أنه مثل ما قلنا المطلق، العلامة المطلقة. قديه هدفك معناها كبير، وقديه طموحك كبير بأنك تكون طبيب، ومثل ما قلت فهذا الشيء خلاك أنه مو بس أنه تجيب علامة أهلك دخول التحضيرية، إنما تجيب التام حتى ما يصير أي ذريعة. يعني هلا خلال السنين السابقة كان في كتير طلاب يجيبوا العلامة التامة، فهذا الشيء هو ما هو مستحيل يعني. فأي شخص هو عنده التزام بالخطط، عنده اجتهاد، عنده قدرة إنه يكون جدي بتعامله مع يعني مع هيدي السنة، خصوصا البكالوريا هي سنة مصيرية تعتبر، فأي شخص هو قادر يجيب هالعلامة، ما هو شيء مستحيل. والحمد لله يعني كان الشغل كتير كتير متقن الحمد لله. يعني هيدي السنة يعني تعتبر سنة كتير كتير حلوة بالنسبة لي. توجت فيه كل هاي المراحل. يعني ألف مبروك يا يقين، وبحييك يعني على هاي الإرادة، على حكي لنا قصتك مع التفوق وتحقيق الهدف 100%. مش شهادة الثانوية هي بالبداية، يعني كانت مشوار صعب مثل أي شيء مجال بالحياة، هو طريقه صعب بالبداية. هي يعني الحجرة الأولى بدها تكون بهذا البناية اللي نحن عم نبنيه، بدها تكون إجباري صعبة، لأن هي الأساس، هي اللي بتهيئنا للمستقبل لحتى نكون بارعين بالالتزام، بارعين بالاهتمام بالشيء اللي نحن بدنا نتفوق فيه، بدنا ننجح فيه. طبعا أنا حلمي من صغري طب، إنه جراحة قلبية إن شاء الله يعني. فأنا ماشي لحلمي، وبعتبر الشهادة الثانوية هي تهيئة، والعلامة اللي حصلت عليها هي البداية، هي البداية شيء كتير صغيرة لشيء كتير كبير إن شاء الله. هي المرحلة الأولى اللي حطيت يعني على العتبة الأولى لحتى تحقق هذا الحلم، الإنجاز الحلم. وهلأ رح نحكي إنه هذا الشيء أكيد تحقيق الحلم لا يأتي بس إنه أنا أقول أنا حابب أدخل طب، قدي تعبتوا لوصلتوا لهذا الهدف. وأكيد رشيد قصة مماثلة لكن ربما بمعطيات أخرى. هلأ كطلاب نحن لما نبلش مرحلة الثانوي، من وقتها لازم يعني بالعاشر لازم نفكر إنه هي نفسياً بدك تبلش تحضر حالك خطوة ورا خطوة لهيدي السنة، مو لازم تنطر سنة البكالوريا. لو مجرد كنفسي يعني هي بيوصفوها حرب نفسية تماماً، بس أنت لازم تخليها يعني قصة، يعني ما تاخد تجارب الغير، فيك تستفاد من أي محيط حواليك، بس لازم تترك بصمتك بهيدا السنة. يعني من العاشر احنا عم نجهز حالنا نفسيا انه يعني باقي سنتين، بنيجي على 11 يمكن نبلش شوي نطلع على المناهج كيف ضخم ما ضخم كذا، بنيجي على البكالوريا هي سنة يعني ابدا ما أنا مختلفة عن الباقي، الى صعوبات بس بنفس الوقت الى شيء بيميزها بيخليها تكون يعني سنة فريدة من نوعها، مثل ما قلت لك بنترك بصمتنا فيها. هلا انا حلمي مختلف، هو هندسه معماريه. يمكن المعدل تبع الهندسه ما بده كل هالعلامه، بس النجاح لوحده ما بيكفي، بده تميز بالاخير. حلو. كنت بطمح بالهندسه المعماريه من الصف العاشر السنه، وبلشت اطلع يعني خطوه ورا خطوه اشوف شو بتلزم، حسيت هيدا اللي بتناسبني رح تميزني. واللي العلامه اللي قدمناها العلامه التامه هي لسه خطوه اولى بس.
يعني لسه الطريق كتير طويل قدامنا. برافو رشيد، يعني معظمهم يعني اللي بدهم يحصلوا، يعني هو الحقيقة بيحطوا الطب أو الطبيات هي الهدف. أنت حاطط العمارة حاطط العمارة يعني حطيت الهدف العلامة التامة، يعني بغض نظر أنه أنا والله حاجتي 230 علامة بتجيب لي عمارة، لا نجاح لحاله ما بيكفي، معناها بتحب الرسم بتحب التخطيط. تخطيط، وأكيد بنشوفك متفوق أيضا إن شاء الله. أكيد بالعمارة إن شاء الله. إن شاء الله ألف مبروك. غزل هالصبية الحلوة الوحيدة بمجموعة العلامات التامة من مدرسة الشهيد أبو الشملات، سهيل أبو الشملات مرة تانية ببارك لك غزل وبرافو. يعني نحن عادة يعني الحقيقة صلنا نحن حوالي 6 سنين كل سنة إلى لنا هاي المحطة مع الأوائل، بيكون أما أحيانا البنات هن اللي الصبايا هن الغلبة أو العكس، يعني ممكن أو بنسب مختلفة، وأحيانا يعني من سنتين ما كان في علامات تامة الحقيقة، كانت ناقصة 0.1 أو 2. هي مجموعة مميزة، فأول شيء رح نحكي لنا قصتك غزل، بعدين نحكي بقى عن الفروقات. هلا مثل ما قالوا زملائي إنه البكالوريا هي ما أنا نتيجة دراسة سنتين أو ثلاثة، هي حصيلة تعب 12 سنة كاملة من الدراسة والتعب، وهي بحاجة لكتير إصرار واجتهاد، بحاجة كمان لحرمان من التسلية، وأحيانا ممكن النوم أو أي شيء يعني ممكن يعيق الخطة الواحد حاططها مشان يتفوق وينجح. التفوق كان بالنسبة لي دائما مرافقني من الصغر، دائما كنت أطلع من الأوائل على المدرسة، فكانت هذا الحلم كتير كبير إنه أطلع الأولى على القطر، كمان شيء حلو يعني كان حتى حققه، وهو شيء بداية كتير صغيرة حتى حقق حلمي بإني أدخل كلية الطب البشري. أنا طموحي إني أدخل جراحة، أختص جراحة، كتير بحب هالشغلة، وبتمنى إنه يكون هذا التفوق كتير دافع ويعطيني طاقة إيجابية لحتى كفي لقدام وأقدم شيء أكبر. إذن هو محصلة سنوات لم يأتي من فراغ، هذا التفوق والعلامة التامة، وبالتالي هذا أخذ منك يعني كل هاي السنين جهد ويعني وجدية بالتعامل مع الدراسة. رح أرجع هيك يعني من عندك غزل، يعني إلى أي حد مهم أنه نحن نتعامل مع المناهج بجدية مطلقة، ما نترك شيء؟ يعني أكيد أنت قدمينا هذا النموذج اللي أنت خلاك تجيبي فيه هاي العلامة. تمام. هلا لازم هي كثير جديه انه الواحد ياخذ الدراسه على محمل الجد. في ممكن بعض الشغلات يقولوا انه مثلا ما تدرسوا هي ما كثير مهمه او شيء، لا هذا الحكي غلط كثير، لازم الواحد يركز على كل شيء في موجود بالكتب وما يرد على انه شغلات ما بتجي او ما بتجي، كل شيء بيجي وكل شيء مهم للواحد يحفظ ويضمن حاله لحتى يقدم هالامتحان، وبده دقة كمان وانتباه كتير، ما في الواحد يكون هيك مشلوش وهو عم يدرس أو يتلهى، لازم يأمن الجو المناسب لإله وما يكتفي، يعني لازم دائما يحاول يبحث أكثر عن المعلومة، يتعمق فيها أكثر، كله هاد بتساعده يصير عنده خزينة كتير كبيرة وصعوبة إنه تنتسى المعلومات منه، وبقدر ما يحل مسائل ونماذج طبعا كمان والتمارين يعني وكل شيء. رشيد كمان هذا هو التعامل يعني مع المناهج، أو سواء يعني بالمراحل من العاشر أنت بدأت تدرس هذا الموضوع، للإحاطة بكل شيء ما تترك ولا ثغرة بالمنهاج. هلا هو المناهج عندنا مصنفة من المناهج الصعبة اللي بدأ يعني طالب قد حاله لحتى يوصل فيها، يعني بدأ طالب ما أنه يحط بباله في خوف بهالسنة أو بسنين بعد، لا بدك تنسى كل شيء نفسي على جنب، تنسى حتى السعادة، تركز بس بالدرس، أهم شيء بهيدا السنة وبأي سنة إن كان مضيناها أو لقدام إنه الطالب ما يهمل، بس تهمل الشيء بصير فيه تراكم، والتراكم هذا يعني بيضغط عليك بيمنعك من أشياء تانية، بيروح التركيز عند الطالب. لهيك الطالب إذا أخذ اليوم درس لازم يدرسه فورا لو بعد ساعة ساعتين ويعيد اللي قبله، هيك نحن بتشكل عنا ذاكرة، هيدا اللي خلتنا نوصل لهيدا العلامة التامة، وأي سطر بينوجد نحن ما لازم نهمله، يعني يمكن نقول هيدا سهل، لا السهل هو اللي بيجي، هو اللي بيجي نكشة، صح هو اللي بيجي نكشة وبعدين بيطلع العالم، نعم. إجتنا الأسئلة صعبة، أسئلة صعبة، الأسئلة دائما كلها من الكتاب من المنهاج، بس ممكن ينتقوا مستوى ضعيف أو مستوى وسط أو مستوى عالي، بس بالآخر الواحد ما يهمل درسه أو ما يأجل شيء.
انصراف كامل، جدية كاملة أيضا، يعني سنة حاسمة بدنا ندرس كل المنهاج على ونحيط فيه وما نترك شيء يعني. فكمان تجربتك بهال بالتعامل الجدي يعني. هي سنة صراحة هي بدها تركيز، بدها اهتمام، يعني اجتهاد من الطالب شخصيا. يعني هي سنة بتمر مثل أي شيء، يعني أكيد صعبة وأصعب من كل السنين السابقة، بس إنه سنة وبتمر، وهي يعني بتعلم دروس بالحياة، بتعلم الصبر، بتعلم الإنسان يعتمد على حاله، يعرف في مين جنبه، يعني يتعرف على الحياة بشكل صح أكثر. حسيت إنه هي تجربة مريت وهلأ بتجربة، يعني يمكن لبعد سنوات أنتوا رح تبقوا تحكوا بهالتجربة. أكيد تجربة، وتجربة أنا يعني خرجت منها بنتائج حلوة غير العلامة. بنتائج حلوة، أثر نفسي يعني، أثر على شخصيتي، يعني كانت نتائج إيجابية الحمد لله. بس هي كدراسة بتتطلب تركيز، يعني لو لغينا التسلاية سنة، التسلاية أمتى ما كان موجودة يعني، بس هذه سنة ما بتتكرر يعني. يعني تركيز واهتمام. هلأ في طلاب بيقولوا نحن عملوا نفس الشيء مثلا بس ما قدروا يحصلوا، شو بيكون السبب برأيك؟ هل أنه كمان في ذكاء له دور، يعني الركيزة الأساسية من الأساس من الطفولة مأسس صح، أساس الطالب يكون صح. في منهم فعلا بيلتزموا مثل ما قلتوا، بينصرفوا تماما وعندهم إرادة وهدف، بس مثلا ما بيحصلوا على النتيجة. أكيد هلأ هي بدها ذكاء بإدارة الحالة أو المرحلة اللي نحن فيها، بتوزيع الأوقات حسب الأولويات يعني. بس أنا بالنسبة إلي يعني بحس إنه أي شخص إذا اجتهد، إذا اشتغل على حاله وركز فيها، فينه يحصل على العلامة التامة ويكون مبسوط كمان. بس لازم يكون تركيزه فيه، يعني لازم هو يحب الشيء اللي هو عم يشتغله. وبالنهاية هي يعني اسمه ونصيب يعني. الاسم والنصيب والحظ له علاقه يقين مثلا ولا طبعا. كمان هون ما يعني اكيد بجوز الحظ انه رب العالمين وفقكم بشكل كامل، لكن ما نترك كمان نعول كثير على الحظ، يعني ممكن انه اراده تحقق كل هذا الشيء. اكيد صح، فهو يعني توفيق من الله قبل كل شيء. ويعني مثل ما قلت انه هي يعني الشخص مو اي شخص قادر يحصل على العلامه التامه. اكيد هي بدها كثير تعب وبدها كثير اجتهاد، فيعني هيدي العلامه هي. وكمان يعني في كثير طلاب بيستاهلوا وكمان ما حصلوا عليها، بس هن يعني اكيد في عندهم تميز واكيد في عندهم تفوق، فهي يعني مثل ما قلت توفيق من الله. وهي بدها يعني حدا يكون قادر انه يعني مثلا يعرف انه بهيدا المحل انا ما لازم اخطئ، انه بهيدا المحل لازم يكون كل تركيزي موجود، هاي بمعنى وخصوصا بالامتحان المطلق لحتى انه حصلتوا. طبعا في طلاب كثير يعني الثانيه والثالثه واللي حصلوا على فروقات يعني بينكم وبينهم 0.1 2 3، يعني حتى اللي جايبين فوق ال 235 يعني كلهم يعتبروا متفوقين وعلامات رائعه، واكيد نحن بنبارك كل هاي الجهود. لكن يعني انه السنه 7 ما شاء الله يعني ندق على الخشب 7 حاصلين على العلامة التامة، مع أنه من سنتين ما كان في علامة تامة. برأيك يقين يعني ما بعرف رح لك شو السبب، شوي عم بسألكم قلتوا لنا الجيل عم يتطور، برأيك هيك أنه جيل ورا جيل ممكن يعني يصير في حالة أكثر مقدرة على الإحاطة بكل شيء وتحقيق العلامة التامة؟ ممكن أكيد، بما أنه هلأ نحن هيدا المناهج اللي عم ندرسها هلأ تعتبر مناهج حديثة، فيعني أنه هديك السنة كان يعني أول سنة للمنهاج، فما كانت مفاتيح المنهاج كلها متوفرة بين إيدين المدرسين أو الطلبة. فهيدا السنة تعتبر تاني سنة للمنهاج، فيعني الأساتذة تمكنوا من المنهاج وقدروا يوصلوا كل مفاتيح هيدا المنهاج للطلاب، فصار يعني النماذج كترت، الأسئلة والاختبارات كترت، يعني المحلات اللي ممكن ينكشف فيها الطالب أو يعني يخطئ فيها الطالب النكشات يعني. فهي صارت مكشوفة للجميع. يعني أنا عم أقول قد ما عم يحاولوا يعملوا شيء لطلابنا عم بيكونوا طلابنا قادرين يعني مثل يحطموا رقم قياسي. فهون يعني فعلا عم الذكاء يعني اليوم التربية حديثة، التقنيات الحديثة اللي عم تنوجد، الاهتمام الأكثر من الأهل تطور. كمان نحن أمام جيل أهلهم كمان تعلموا، يعني نحن الأجيال عم تتطور. فهون برأيكم يعني لازم يعني تصير إسا المناهج أعقد، حتى أنه ما طبعا هو مو مباراة أنه لا نحن ما رح نخلي طلابنا، بالعكس، بس هون أنه يكون يعني يرفعوا سوية أكثر، ولا هي محققة من قبل لأن طلابنا هن أذكياء كثير.
هلا اكيد لازم يكون في تحدي دائما، يعني بكل السنوات لازم كل سنه يكون في تحدي اكبر مشان دائما المستوى بالوطن يعني يكون عم يرتفع، ما نحافظ على نفس المستوى، دائما نرتفع دائماً لفوق. دائما التحدي بيزيد ومع هيك طلابنا عم يزيد عندهم الاراده لهذا التحدي وعم يحققوا هاي النتائج. نحن معنا على الهاتف الاستاذ عمران ابو خليل مدير التربيه في اللاذقيه، بيسعدنا نتواصل معه مع انه كثير مضغوط وكثير. يعطيك العافيه استاذ عمران، كل عام وانت بخير، ومنبارك لكم ومبارك لطلابنا هذا التفوق وهذه النتائج المضيئة المشرفة لطلابنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمران. يسعد أوقاتك وأوقات الإخوة المستمعين والمشاهدين، وشكرا لكم، شكرا لطلابنا، منبارك لهم باسم مديرية التربية، منبارك لهم هذا التفوق، هذا العمل نتيجة الجهد والمثابرة والاجتهاد، وهني رسالة في الحقيقة لكل الناس ولكل الطلاب، انه مهما كانت الظروف صعبه، ان كانت ظروف اجتماعيه او اقتصاديه او حتى صحيه اللي مرت فينا، اللي بده يدرس ويتفوق اكيد بيبرمج وقته وبيوضع خطه وبيخلص لهذه الخطه وبيوصل للهدف. منبارك لهم باسم مديريه التربيه، باسمي انا شخصيا ببارك لهم، الله يعطيهم العافيه، وبقول لهم التفوق مسؤوليه كبيره، وما انتهى الموضوع عن تفوقهم بالبكالوريا، مسؤوليتهم هن الاستمرار في هذا التفوق وتحويل الأمل إلى عمل. نعم إن شاء الله أستاذ، شكرا. يعني هذا التحدي اللي عم نحكي يعني فيه مع طلابنا، التحدي اللي هو نابع عن الإرادة ليحققوا طلاب هاي العلامات العالية، 7 بالعلامة التامة ويليهم عشرات الطلاب بمعدلات كتير عالية، ماذا يعكس هذا الشيء أستاذ عمران؟ هلا في الواقع يعني يمكن من غير الصحيح انه نحن نمدح بانفسنا بمديرية التربية، ولكن لابد من الاضاءة على جهود زملائي في مديرية التربية، ان كانوا الموجهين الاختصاصيين، ان كانوا المدرسين والمعلمين في الصفوف وراء السبورة، اللي دائما وابدا عم يوصلوا الليل بالنهار بالتحضير واعطاء خلاصة فكرهم لابنائنا وطلابنا، وجعل روح التنافس حتى بين الطالب والمدرس، لأنه دائما كثير كمان المدرس المعلم بيتعلم من الطالب أشياء جديدة، لأن الطالب مبدع بحد ذاته في فرق أجيال، وبالتالي هناك خامات من طلابنا الرائعة والممتعة. أيضا يعني هذا التناغم وهذه المتابعة التي تكون من زملائنا في مديرية التربية، أعتقد أنه هي سبب أساسي، وبتوجه من بركم للأهالي اللي قدموا كل غالي ورخيص، وفروا أو بمعنى آخر قطعوا عن أنفسهم ووفروا لأبنائهم الوقت وربما الأموال وربما الجهد والصحة، وساروا عليهم أخذوا بيدهم حتى وصلنا لهي النتيجة. صحيح. يعني الطالب هو مشروع تشاركي ما بين المدرسة والأسرة، ما بين أيضا الأسرة والمديرية التربية، وهو بالأخير هو هدف واستثمار حقيقي كما يقال، الاستثمار الحقيقي يكون في استثمار الإنسان. هؤلاء هم مشاريع المستقبل إن شاء الله، وهؤلاء هم فعلا مستقبل سوريا ومحصلة كل الجهود الرسمية الإدارية، وأيضا محصلة جهود الأهالي ودأب وتعب، والحمد لله ثمرات مثل ما أطلقنا عليهم في بداية هذه الحلقة، هي الثمرات الأجمل والقطاف الأغلى لطلابنا. شكرا جزيلا أستاذ عمران، هو الحياة وقفة فقط لنبارك لكم ولنا هذا الحصاد، شكرا جزيلا لجهودكم، وإن شاء الله كمان قريبا نترقب نتائج التعليم الأساسي وأيضا نحصل على نتائج بهذا الشكل. شكرا جزيلا الأستاذ عمران أبو خليل مدير التربية في اللاذقية، شكرا. وهينا قلنا لكم تحيات الأستاذ، وأكيد نحن نعرف منكم كمان منذ أيام كرمكم السيد المحافظ بحفل خاص، وطبعا تستاهلوا كل تكريم. حكي لنا غزل عن فرحة النتيجة، كيف ترقبتي أنت؟ يمكن متوقع العلامة التامة بس تخشين لا شك أنه يكون في شيء، كيف تلقيتي الخبر وفرحتك فيه؟ هلأ أول صدور النتيجة أنا ما كنت، صدرت بشكل مفاجئ، وكانت صدمة يعني لإلي ولأهلي، حتى بلشت دموع الفرح يعني تنزل كمان، لدرجة أنه من الصدمة أول شيء أنا كنت متوقعة يعني يجيب علامة كويسة، بس بضل مثل ما قلتي بنخاف من الأجزاء وهيك. وقت كانت شفت انه العلامة التامة كنت ما عم صدق يعني اللي كنت عم شوفه.
حسيت اني توجت تعب هالسنين كله بنجاح بفتخر فيه ورفعت راس اهلي فيه وكل بيعرفوني وما ضيعت امالهم فيه كمان. اكيد وهيك. اكيد فرحه، يمكن اكيد شغله كبيره يعني. انا هيك بتخيلي حالي ممكن ضل يعني منيح قادرين تقعدوا يعني الحقيقه من فرحتكم. الله يهنيكم ويهني اهلكم. رشيد، هيك تلقي النتيجه وفرحتك فيها؟ هلا صدرت النتيجه فجاه، كان بحدود الساعه 5 الظهر، كنت قاعد مع الوالده وفي كم حدا من الاقارب. بابا كان على طريق سفر بالشام، هون عرفنا رح تطلع النتيجه. كان في شوي هيك جو تلبك بس في ثقه، يعني احنا بالاخر طلاب بنعرف كيف عاملين شو كاتبين، مطلعين على سلالم، وفي يعني في ثقه مثل ما قلت لك. وانا ما كنت عاطي اهلي انه مثلا اي علامه دقيقه، بالاخر مثل ما قالت بنخاف من اجزاء او نكشات طبعًا. بس كنت يعني حاطت امل اكيد فوق 239، هي من 240 طبعا. تمام. مثل قلت لك مادة العربي، مواضيع، هي دول الاشياء اللي من ابداع الطالب. توقعت علامه على انا كتبتها، روحت جزء الا ما يروح بالعربي. بيحكينا بابا كان على طريق سفر، عمل لي فتح سبيكر، فتحته كان الكل حوالي عمل لي انه 290 290. هون الكل يعني الفرح وبكي معك. انا ما استوعبت لبعد يومين يعني بالاخر على الطالب صدمه اكبر. صح، صدمه اكبر. هون بتشوف بس كيف الكل حواليك يعني صار في فخر. أكيد. صار في عندهم، صار في مسؤوليه علينا اكبر. صحيح. هون انه يعني انت ما ضيعت تعب اهلك وما ضيعت ثقه حدا فيك. صحيح. تتهنوا وفي تهنوا اهلكم. علاء، نحن اول ما طلعت النتيجه كانت بمثابه القنبله اللي انفجرت فرح وسرور، يعني ما فيني بوصفها غير انها كانت عرس بالبيت، كانت لحظه كثير حلوه. يعني انا اكيد كنت بتوقع علامه ممتازه، بس مثل ما قال زميلي انه اجباري كان الواحد بخاف من اجزاء. صحيح. معينه بعض المناطق، بس لا كانت فرحه يعني محت كل تعب اللي تعبناه خلال السنه، يعني ازالت هالفرحه هذا العناء والساعات اللي قعدنا فيها ونحن مزعوجين وتعبانين. كان عرس بمعنى الكلمه. يقين وفرحتك وفرحه اهلك. هلا شوي بدنا نشوف كمان الاهالي. نعم. هلا هي النتيجة كانت مثل ما قالوا مفاجئة، لأنه كل كم يوم كان يطلع أنه مثلا النتيجة كذا، أو أنه بكرة أو اليوم أو هيك على وسائل التواصل. ف يعني كانت مثل فجأة، بس يعني هي شيء كتير بفرح. يعني مستحيل أي كلمة تقدر توصف الشيء اللي نحن حسينا فيه، لأن يعني هي كانت مثل ثمرة للتعب اللي نحن اشتغلناه، وكانت يعني شيء كتير مميز. فكل شيء انا قدمته من طاقه، وكل شيء تعبته، وكل الليالي اللي سهرتها، وكل الليالي اللي وقفوا فيها اهلي معي وساندوني، وكل هذول اللحظات يعني حسيت انه ما راحت على الفاضي. حسيت انه انا كان يعني كان اكثر من حدا هو متوقع لي هالعلامه، ويعني فانا حسيت انه انا اذا ما جبت هالعلامه انه راح تخيب الثقه فيني. فالحمد لله ما خيبت الحمد لله، كنت عند الثقه. والدت يقين ووالدك موجودين. مبارك لك الله يبارك فيك سيده سوزان. وهيك احكي لنا عن هاي اللحظه الحقيقه، هيك لو سريعا. ما فيني اوصف لك اياها، يعني فرحه كثير كبيره، كان كثير يعني عرس. أكيد. يمكن اليوم عرسه ما كان رح يكون هيك. الحمد لله كل أهلي وجيراني وقرايبيني كلهم شاركوني فرحتي. نعم. وألف مبروك للناجحين كلياتهم. بارك فيكي أستاذ. يعني قد إيه بهاللحظة فعلا، يعني بيقولوا حتى ممكن الأب يبكي. أنا والله بكيت أنا وقت اللي سمعت إنه 290 من 290، لأنه أول ما بكت أم يقين. لا. وانا لابد منها والله، نزلت دمعتي يعني دموع الفرح. دموع الفرح اجباري يعني، لان هذا شيء غالي كثير. دموع الفرح كتير. يعني واحد ابنه متفوق وجايب هالعلامه بده اجباري. نعم. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. مين من اهاليكم موجود حاليا كمان من اهالي طلابنا؟ مدام اما لغزل، ام غزل واخته كمان. مدام بارك لك كمان بغزل، ولما عرفتي انه كمان هي الصبيه الوحيده فقد ايه فرحها كبيره. و والله الحقيقة فرحة كتير كبيرة، فخر كتير كبير أكيد فيها وبكل زملائها. الله يعطيهم العافية وبارك لهم، بارك لأهلهم. اللحظة ما بتنسى من الفرحة، مثل ما حكوا الأهل عن جد بتبكي من قلب، من فرحة يعني، من فرحتك بتصيري بتبكي، لأنه شعور هالفخر بهالنتيجة الرائعة كان كتير عظيم.
لأنه هي تعبت كثير أكيد مثل باقي زملائها تعبوا كثير، والحمد لله توج هالتعب بهالنجاح وهالتفوق المميز. نحن بدورنا منبارك لكم كأهالي، منبارك لك للأهالي حي، لأن الوقت مضغوط شوي. كنت حابة حتى أحكي مع أخته بس كمان نفس الشيء، الأم يعني بتحكي هذا الكلام. أنا نرجع منبارك لكم، نرجع منأكد على أنكم فرحة كبيرة أنتوا وكل الطلاب الناجحين وكل حدا رضي عن نتيجته، لأن كمان يعني ما معقول الكل يكون واقف، لكن في الحياة مستوى جيدة وفي إبداع بمواد على مواد أخرى، يعني هاي كلها حالة تفوق ونجاح. منبارك لكم فيها وبتشكركم غزل رشيد على يقين، وحتى زملائكم اللي ما أجوا كنا نتمناهم يكونوا معنا. كمان منبارك لهم ومنبارك للجميع ولكل طلابنا اللي تفوقوا واللي نجحوا. ورح تنضم لنا بعد هالكليب، هلأ رح نشوف مادة كليب مع الأغنية اللي ارتبطت بالنجاح وارتبطت بفرحة النجاح وحياة قلبه أفراد راحوا كليب، وفيه طبعا لقطات من تكريم السيد محافظ اللاذقية للطلاب المتفوقين، وأيضا لأبطالنا من جرح الجيش العربي السوري اللي نجحوا وحصلوا على شهادة الثانوية. منبارك لهم أيضا ومنبارك جهودهم بجراحهم الطاهرة. راح نشوف هذا الكليب وينضموا لنا بعض الطلاب باقة أيضا من التعليم الفني والمهني وأيضا الأولى على الفرع الأدبي في الثالث الثانوي. أهلا وسهلا فيكم. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. Yeah.
مع باقة أخرى من متفوقين من الأوائل، وبيسعدنا يكون معنا الأولى على الفرع الأدبي الزهراء درغام زيدان، والدتها زينب من ثانوية الشهيد نديم أسعد إسماعيل. أهلا وسهلا فيك زهراء. أهلا وسهلا فيك. وألف مبروك، ونسبة قدرها 96.43، المجموع 2700 من 2800، الأولى في الفرع الأدبي على محافظة اللاذقية. أهلا زهراء، ألف مبروك. فيك. الله يبارك فيك يا رب. وأيضا معنا من التعليم الفني والمهني، معنا من الثانوية المهنية التجارية الأولى على التجارة سماء عماد باكير، والدتها خنساء، النسبة 91.95، المجموع 4412 من 4500. أهلا وسهلا بسماء. أهلا. وألف مبروك. الله يبارك فيك. تجارة بتكونوا شاطرين انتوا كتير، ها شاطرين بالحساب ما هيك؟ اهلا وسهلا بسماء والف مبروك. ايضا الاول على الثانوية المهنية الصناعية حسين نادر فاتح، والدته هناء، النسبة 97.67، المجموع 4395 من 4500. مهنة تقنيات الحاسوب من ثانوية الشهيد فاطر صديق الهاشمي. أهلا وسهلا بحسين. أهلا فيك وألف مبروك حسين. سلامي. الله يبارك. أيضا كان معنا مجموعة الحياة من طلاب من التعليم الثانوي والمهني الأوائل، اللي هن جوا وليد ترك من الثانوية الشرعية، وأيضا سلام وفيق حاله من الثانوية المهنية النسوية. طبعا نحن دعيناهم لم يحضروا يعني لظروف يمكن خاصة فيهم، فكمان منبارك لهم، مبارك لكل طلابنا اللي حققوا نتائج جيدة ومرضية في التعليم الفني والمهني وأيضا في الفرع الأدبي. زهراء لك ألف مبروك، أنت الأولى على الأدبي. كيف حطيتي هذا الهدف، واللي مثل ما حكينا مع زملائك بالعلمي أنه لم يأتي من فراغ، إنما هو محصلة سنوات طويلة؟ أكيد البكالوريا يعني ما رحلت سنة واحدة، يعني هي تجربة يعني كانت صعبة يعني شوي، بس خضناها بالأمل وآمنت بأحلامي وأهدافي ومرقت عليه مثل أي سنة عادية. يعني ما كنت أنه من الطلاب اللي بيدرسوا 24 ساعة، بالعكس كنت أحس أنه تلتين النجاح هو استراتيجية وضع الخطط. يعني كنت أحط خطط لوقتي، وقت للدراسة، وقت لأنه مثلا أتفرج على التلفزيون، وقت للراحة، وقت أنه أقضي مع أخواتي، أتصل مع رفقاتي فيه. يعني كنت دائما كل نهار أحط خططه قبل ما يصير، يعني بالليل أحط خطط النهار الثاني يعني. فمرقت سنة مثل أي سنة، يعني ما كتير حسيت أنه في ضغط. أكيد آخر شهرين ضغطنا، بس من أول السنة ما كنت أنه طبيعي يعني انضغطوا، يعني مش أنتوا طلاب شغلتكم يعني. بس كنت دائما أنه خبي الطاقة لآخر شيء. فبأول السنة انه هيك انه ادرس بس بتنظيم وبهدوء وبراحة، واخر السنة اكيد انضغطنا بالفصل الثاني واخرته كتير قبل الامتحان. ومواد مو سهلة يعني، الأدبي كتير بده تركيز تماماً عالي تماماً. في كميات كبيرة من الحفظ مظبوط. وهلأ على المناهج الحديثة صار كمية الحفظ كتير قليلة، صرنا نعتمد أكثر على فهمنا. يعني صارت تجي الأسئلة الاستنتاجية أكثر من الأسئلة اللي بتعتمد على حفظنا، شو نحن حفظنا من أول السنة يعني. فهيك مثل ما قال أب شوية علاء أنه سألته عن دور الذكاء، اللي الذكاء بإدارة يعني إدارة نفسك كطالب. فهون أنت الكلام كتير حكيتي مهم، إن وضعتي استراتيجية أنت نظمتي فيها أمورك. هذا شيء تاني، النجاح استراتيجيات وخطط قبل ما نحن ندرس. تمام. برافو سماء. مثل ما قلنا بالثانوية التجارية والأولى على الثانوية التجارية، مرة تانية برحب فيك وببارك لك سماء. ومنحكي كمان الثانوية التجارية، كيف الطالب بيحط الهدف لتحقيق العلامة العالية، لتحقيق أنه هو حلم أنه كمان يفوت الجامعة حتى ما ينحرم من هاي المرحلة الهامة. سماء كيف فكرت بهالمراحل كلها؟ هلأ النجاح أمر سهل كتير يكون أني أي إنسان ينجح، بس التفوق هو بيكون أصعب كتير، بحط الخطة أنه نعرف نديرها للخطة من بدايتها. يعني نحط خطة من بداية السنة ونضل مشانين عليها لنهاية السنة، بحيث لا تقصير ما يعني. وأهم شيء أكتر من هيك أنه الدراسة بجدية، نحن ندرس بتركيز، ما أنه مثلا فقرة درستها وخلص، أنه لا دراسة بحيث أني نرجع نيدها خلص، أنه تركزت نظامي تعزيز كل المعلومات. يعني نحن في ناس بيفكروا حالهم حفظوا، بيطلع انه في شيء مشتت، بيكون في خلل. كيف بتوصلي لهي المرحله يعني، انه انت تتاكدي انه تماما انت صرتي جاهزه انك تنسقلي بهالماده بهالبحث؟ كنا ناخذ الدرس فورا، يعني بس اجي على البيت فورا كنت ادرسه فورا. لاني الشرح يعني فورا كنت شرح، وفورا دراسه يتركز مزبوط. ارجع بعد يومين عيد
لاني الاعاده هي اهم، بدها تكون اهم، لاني كل ما عدنا كل ما تركزت المعلومه اكثر. صحيح. سماء انت كمان حطيتي هدف انه انت بدك تكملي جامعه كمان، هلا مثل ما انه حدا بيحط هدف لشيء معين، بده يدرس طب، بده يدرس عماره الى اخره، هلا بنشوف زهراء شو حابه تدرس، بس انت كمان عندك غير انه هدف انه انت بدك تتجاوزي الثانويه، بدك تدخلي جامعه. هو انا كان حلمي كليه الاقتصاد، هي كثير بحبها. الحمد لله حطيت خطه من البدايه اني انا اني ما بدي بس انجح وفوت كليه اقتصاد، لا انا بدي اكون متميزه فيها. انه يعني انا كنت حاطه انه اطلع الاولى على المحافظه، والحمد لله طلعت. وهذا الشيء كثير يعني اكيد بيسعدنا مثل ما انت فرحتي، وبيفرح يعني لما بنسمعه من طالبه عندها هاي الاراده وهذا التصميم وهي النتيجه، اكيد كمان بنفرح لك سماء وبنفرح لكل طلابنا. اما حسين نادر فاتح اللي هو من مهنه تقنيات الحاسوب بالثانويه المهنيه الصناعيه الاول، فكمان حسين نحكي عن الهدف، عن الاراده وتحقيق الهدف. يعني دخلت انا على التعليم المهني من وقت لما دخلت هالتعليم اللي كنت حاطه ببال الهندسي، يعني ما في شيء ما بده تعب، يعني كل انه اي خطوه بنخطيها اجباري بدها تكون اول شيء صعبه، بعدين يعني بقى بتصير انه كل ما انا بتتساهل اكثر يعني بنوصل على البكالوريوم، كمان بدها تعب كثير. البكالوريوم يعني شو بدي اقول لك، مرحله يعني مرحله بقى هون خلاصه، ما هيك؟ ايوه. يعني البكالوريا اول شيء يعني بلشنا بالصيفيه يعني كنا عادي، يعني ما انه هالزياده انه اخذينا بعين الاعتبار، يعني بعدين بقى بعد الفصل الثاني يعني هيك شدينا، حطيت انه حطيت الهدف بقدامي، قلت الهندسه خلص يعني بتجيب، يعني كلية التطبيقي ما كنت حاطه ببالي نهائيا، كنت منافس على الترتيب اكثر ما المجموع ما كنت حاطه ببالي، يعني كنت يعني هسه طامح هسه اكثر من هيك، كنت طامح على الثلاثه الاوائل من القطر، بس الحمد لله يعني طلعت الاول على المحافظه. كثير منيح. وهلا انت مباشره بتروح على كليه المعلوماتيه، الهندسه المعلوماتيه، وهذا بحد ذاته كان طموح او هدف لإلك انك تحققه، يعني مبارك لك فعلا. مثل ما حكوا زملائكم يعني سواء بالادبي بالعلمي، انه المناهج كل ما لعب تكون حديثه، كل ما لعب تصير تعتمد على مهارات خاصه عند الطالب، انتم كيف عم بتلموا بهي المهارات ايضا بالتعليم الفني والمهني وانتم حاسوب؟ يعني هلق في كمان الانترنت عامل كثير مساعد هلق هالفتره، يعني كونه وسائل التكنولوجيا وهي يعني كثير فيها مفيده، فيها شغلات مفيده، فيها شغلات انه ما نفيد، في انه فيها شغلات مفيده، يعني الواحد انه بيطلع على شغلات كثير بالعالم، يعني انه كل ما انه عم ينزل شغلات عالم واسع كثير كبير، وكل يوم عم بيطلع مستجدات مخزون يعني بالمعلومات هي. نعم. وانت تكون يعني بحاله طالب باحث عم تبحث يعني بكل مستجد. سماء نفس الشيء بالنسبة للتجارة، يعني التجارة عالم كتير واسع وفي مستجدات، هون الطالب إلى أي حد ممكن يكون طالب باحث للإلمام حتى بالتفاصيل الصغيرة؟ هو المنهاج كان ضخم، يعني 11 مادة كانت ضخمين، بس اللي بحط خطة من بداية العام بيلحق بيعيد المنهاج مرتين وثلاثة، بس يعني الخطة بدها تكون كتير صعبة، يعني دراسة 16 ساعة يوميا بالبداية، بس يعني قبل امتحان صرنا ندرس يعني كتير، يعني نوم يضعف الساعات، يعني خلاص ما عندكم شغلة. هلا انا بقول دائما يعني انه انتم طلاب ما عندكم شيء غير انكم تدرسوا، يعني الاهل يعني اليوم الظروف الاهل عم بيحاولوا يعني بشق شو ما كانت الصعوبات انه يذللوها امام ابنائهم، ممكن يتحملوا كتير هن كل شيء بس انه يدرس ابنهم، يعني ما في اهل الا اليوم عندهم هذا الشعور وعم بيحاولوا يامنوا الظروف، ما هيك الزهراء؟ اي والله، يعني كمان الاهل لهم علاقه بالنجاح، كيف يوفروا الجو المناسب لاولادهم لحتى هن يتفوقوا. ممكن يعني مثلا انا اهلي مثلا لما ادرس خلص جو هدوء، ممنوع حدا يحكي، مثلا انا اخر شيء صرت ادرس اكثر من 12 ساعه بالنهار واحيانا ادرس بالليل، خلص يعني يستحملوا ساعات طويله، هن ما عم يحكوا ابدا بس كرمالي. يعني اكيد لان كمان هن حاطين معك هذا الهدف. اما لزهراء، وين اختها لزهراء، انت اختها كيف عشتي مع هالجو للزهراء؟ احنا دعمناها بالراحه الى بالاساس بالتوفير الجو المناسب لإلها، وهي البركه شطوره ومتفوقه. تمام. اما لسماء كمان نرحب فيكي، والده ما بعرف اذا والده كمان لا رشيد والد رشيد نحن حقك علينا ما حكيناك، هلا بنحكي كمان مع حضرتك. اما لسماء حضرتك وحكي لنا عن سماء وانت وياها، يعني كيف هيك، وطبعا والاسره امنتي لهذا الجو وفرحتك بنجاحها؟ والله الله
الله يعطيك العافية. والله سماء يعني درسي تتعبث تعبت الحقيقة يعني كتير، وأنا حاول كتير يعني أنا وإخواتها وكلياتنا أملها يعني جو أني شيء ما تنزعج فيه ولا تتضايق نهائيا. أملنا لها الجو، فرحت كتير كتير والله، كانت فرحة بتمناها لكل الأم عن جد. أكيد أي والله. أستاذ، ولو أنه رشيد ما عاد موجود معنا، بس بما أنكم من الأهالي، قديه الأهل يعني بيحسوا أنه هن حققوا؟ أكيد الطالب كتير بيفرح، هو اللي تعب وأنتوا تعبتوا معه، بس قديه بتكون هاي فرحة، ما بعرف، فرحة عمر اسمها، ما بعرف شو اسمها. هلا أكيد فرحة عمر، رشيد عنده هدف كان بحياته، وهذا الهدف ما رح يعني، النجاح هو أساسه تحقيق الأهداف. نعم. والإنسان بده يسعى لتحقيق هذا الهدف بالنتيجة. في عندك أنت بالآخر في نتيجة، الإنسان بدي يشوف هذه النتيجة شو بدها تكون نتيجة هذا اللي درسوه اللي تعبوا فيه يعني بالعام الدراسي هذا. الحمد لله كان تفوق، وهذا أنا بطلق عليه النجاح والتفوق، والحمد لله يعني الله وفقهم وهن تعبوا ونالوا مرادهم الحمد لله. أكيد. رح نشوف كمان والدة حسين وفرحته بما حققه حسين، وخاصة مثل ما قلنا بالتعليم الفني والمهني. أهلا وسهلا فيك يا مدام، أنه كمان بتكون الأهل أنه أولادهم ما ينحرموا من الجامعة، يدرسوا فرع جامعة. هلا حسين طول عمره كان من التفوقين، وأنا ما كنت خايفة عليه أبدا أبدا، بالعكس أنا بفتخر فيه. يعني الفرحة ما بتعطيها لحدا وما بتنوصف أبدا، بس وقت لحظة النتيجة اللي طلعت يمكن ما بعرف شو صار، كان نوع من القلق أكثر ما أنه نوع من اللي زعل. يعني أنا بعرف أنه ابني مثلا نجحان نجحان، بس لما اللي وصلت لي أخته الخبر ماما أنه حسين نجحان، تلاقي أنا بعرف نجحان بس بدي تميز، بدي العلامة تماما، هذا ناطرة منه الأعلى يعني تماما، لأنه هو من الأساس كان خلص حاطط. لما اللي دخل على المعلوماتية قال أنا بدي أدرس الهندسة المعلوماتية، وتعب على هالأساس هذا، وأنا الحمد لله حصدته هاي النتيجة. الحمد لله رب العالمين، بالعكس أنا بفتخر كتير كتير فيه، والله يعطي العافية. الله يعطيكم ألف عافية. بقيتي أنت كونك أخت، بس أنا بدي أحكي أخته ليقين، معلش لو كنتي. ونحن يعني اليوم الأخوة أحيانا لما جو الأسرة بيكون هيك بيقعدوا بعضهم، بصير الأخ الثاني بدي لك بدي أطلع مثل أخوي، أو العكس بجوز أنت تكوني الكبيرة أخوك تأثر فيكي. جو الأسرة قد إيه مهم بالتفوق والنجاح؟ هلا جو الأسرة أكيد كتير مهم. أنا الكبيرة، في إسا بنت ويقين بعدين، بس لا يقين هو المميز، يعني نحنا شاطرين شوي بس يقين هو دائما المميز. من وقت اللي كان صغير هو رائد على مستوى سوريا بالتعبير ومسابقات لسان الضاد الحمد لله. يقين نعمة، الله يبعث له النعمة بكل بيت. نحنا بنشكر كل اللي فرحوا له ليقين من قلبهم. يعني الشكر هو كتير قليل لهيك ناس. شكر كبير كتير، وإن شاء الله ألف مبروك للكل. يعني جد كلامك كتير مزبوط، لأن نحن سواء منعرفهم أو ما منعرفهم، مجرد نسمع مثلا مين هن الأوائل، مين هن اللي جابين علامة عالية، الأهل الفرحانين، لو ما بنعرفهم سبحان الله يعني هيك الفرحة كأنهم أبنائنا فعلا. يعني عم نقول هو الحصاد الأجمل. زهرة شو بدك تدرسي زهرة أنت كون أدبي؟ يعني أنا من أول ثانية فكرت أنه رح أدخل أدبي، فيها قررت أدخل حقوق، لأنه كتير بحب هالفرق، وبحب أنه هيك بتحسي هالفرق هيك بيعطي الواحد شخصية، أنه هيك بيكون أنه هيك مهم بالمستقبل. فكان أنا بدي أدخل فرق يميزني بالمستقبل، يكون إلي اسم مثلا بسوريا يعني. فقلت أنه هو الحقوق هو أنسب فرق، هو اللي بيحقق هذه كل هالأمور بتيام بيحقق لي ياهم يعني. بده اجتهاد مثلك، أنت واحدة مجتهدة. قد ايه فرحتي لما عرفتي أنك الأولى على محافظتك؟ انصدمت أكثر ما أني فرحت تماما يعني. لما قالت رفيقتي قالت الخبر أنه أنت الأولى على لاتقية، أنا أول شيء أنه عرفت أنه نجحت وعلاماتي، وانصدمت بعلاماتي يعني كتير انصدمت، وخصوصي بالعلامات الأخضر. صدمتي فرحا تماما. فلما قالت لي انه الاولى على اللاذقيه انه كثير انصدمت، قلت لها عن جد؟ قالت لي فكانت فرحه كثير كثير كبيره، وما كنت متوقعه هذا الشيء يعني. فالحمد لله يعني الحمد لله اللي حققتي هذا الهدف. سماء عرفنا انه ان شاء الله بدك تكوني بالجامعه، شو بتحبي تقولي هيك كمان يعني بنهايه لقائنا، لانتهى وقتنا تقريبا، بما حققتي وان شاء الله بالطموح القادم؟ بحب اهدي نجاحي لاهلي ولأساتذتي اللي ساعدوني لوصل لهون، ولكل شيء يعني. بحب أقول لكل طالب هو فين يوصل، بس إنه يلتزم بخططه ويضل مشيان عليها
بيوصل كل شيء. نعم. كمان رح أسألك حسين شو رح تقول بالنهاية ورح نختم حلقتنا. كل واحد لازم. وأنت حققت هذا الحلم. كل واحد لازم يكون عنده إرادة قوية لحتى هي دائما يقول أنا بدي مثلا أنا بدي صير أنا بدي مثلا صير مهندس، هي دائما يقول أو يحط ورقة ويكتب عليها مثلا إنه أنا بدي صير مهندس ويضل كل يوم مثلا يشوفه ويتفرج عليه لحتى بالأخير يوصل على هالهدف ويحقق له. هاي برمجة لغوية. والتفوق يعني إسا أعطانا يعني حافز أكثر إسا لحتى يعني نقدم الجامعة ونتفوق فيها أكثر يعني. نعم. نحن مرة تانية من لكم أنتم الآن قطعتم أو يعني العتبة الأولى من المرحلة الأصعب اللي ممكن رح تفتح أمامكم المستقبل ببابه الواسع كونكم حققتوا هالنتيجة العالية وهالنتيجة مثل ما قلنا هيك مضيئة فيها كلها. ترافقكم دائما نور النجاح، نور التفوق يكون دائما مرافق لكل طلابنا، وتتكلل كل الجهود والإرادة والتصميم لشبابنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. بنشكركم، نشكر الأهالي، نشكر الأخوة، نشكر كل الجهاز التربوي، الأسرة التربوية في محافظتنا، للأساتذة، لكل من تعب أيضا مع طلابنا في مدارسنا، في أيضا كافة المجالات بما قدموه لطلابنا من خلاصة العلم وخلاصة حتى تقنية الإجابات وكيف يحصلون على العلامة التامة. عم نشوف الأساتذة قد عم بيكونوا أيضا متشجعين لهذا الأمر، قد عم بيكونوا قادرين على صبر حتى الثغرات وإيضاحها وتبيانها لطلابنا حتى ما تفوتهم أي ثغرة. منبارك كل هالجهود، منبارك لأنفسنا بطلابنا. هؤلاء هم طلاب سوريا، هؤلاء هم أبناء سوريا الذين يعدون بالمستقبل وببناء بلدهم بالعلم، بالذكاء، بالإرادة، بالتصميم. سنبني سوريا، وسوريا منارة كل شبابنا، وهم أيضا منارة المستقبل. شكرا لكل من حضر معنا، شكرا للأهالي، شكرا لطلابنا، وشكرا للمتابعة لكم مشاهدينا. كنا معكم مع المتفوقين 2021، وإن شاء الله سنواتنا القادمة تكون محملة بأطيب الثمرات كما عودناكم في قناة أوغاريت مع طلابنا المتفوقين. إلى اللقاء.